شي مرة مجرب اعمل ميك اب؟ لا صعبة اطلع مثل هايفا يعني بدي مثل نادين جين كثير بدنا نضحك معنا اول شي بدي اعمل فاونديشن بس بدك لقي لك فاونديشن بالاول اوكي هون يعني مش يعني فوند التاب بعرف فوند التاب ما بعرف يعني فوند التاب هذا مش الضفير دخلك؟ اه لا ده شو خي مش فاونديشن هيك ما حيمشي الحال انا حتى بشوفهم بيعملوا هيك مش هيك شيء بيصيروا يعملوا تعلم تعلم كيف حطوا فوند التان وشو هولي here I am Ferris here I come بودر بودر وين بودر فكر اعمل ميكس كيف يركبوا الالوان هذا شو هالاينر هذا يعني هذا الهايلاينر بعرف احطوه على العين بس وين على العين وايه يا معلم لا انا فيها هالقد بدي ارسم الشخطه مثلك هيك الله يستر ليك لازم نعمل الجفن كله يمكن ولا بس هيك تمام انا صراحه بعد هالتجربه بدي اعمل لها تمثال لمرتي منيح اول مره يعني انا مش انانيه بدي ارسم شفه ارسمها على شفتي ما بنرسم ما تقلي ما تقلي مش قوي لا مش قوي ولا شوي اوكي شد هلا ما حتى رموش عن جد صعبين ولا هذا الرمش ركب غلط اول واحد هيك شيء على رمشي ولا بتمشي كون رمشه طويل لان ايه انا بعرف يا اخو كثير صعبة بتحس مثل كأنه هالوين معلم خطة شوي هاي لازم تضل هيك معلية هيك صعبة إذا بياخد شعرات شوي على اليمين مثله بشبهها شوي هلا إنه لا مش حاشبهها شوي ولا شوي يعني بس إنه جرب هات لنشوف شي هيك يعني القصة مش انه حطينا ميك اب وشلنا ميك اب وضحكناكم ولا بس نقدر المرة قديه صعب عليها تعمل ميك اب القصة اكبر من هيك بكثير القصة انه باخر نهار من هذا الشهر بدنا نذكرك تعمل فحص الدوري لسرطان الثدي بتصور هلا لفتنا لك نظرك ووصلت رسالتنا وانت كمان اذا هي نسيت ما تنسى تذكرها